منظمة الإيهاها تقوم بتوزيع التمور والخبز على الجبهات المرابطة في ريف حلب الشمالي. تقوم منظمة الإيهاها بتوزيع التمور والخبز على جبهات مرابطة في ريف حلب الشمالي. تقوم الآن منظمة الإيهاها بتوزيع التمور والخبز على الجبهات المرابطة في ريف حلب الشمالي. تقوم الآن منظمة الإيهاها بتوزيع التمور والخبز على الجبهات المرابطة في ريف حلب الشمالي. نشكرها جزيل الشكر.